توجدوا الحلقة ديال المسيح اللي معروف جهة تسمسة ولا نقوله المغرب كامل. السلام عليكم. كاتب إقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في قطاع الأعشاب والطب البديل. هذا الفلوق إن شاء الله غادي نمشي ونتشيكو واحد من بين أكبر الأسواق اللي كاينين في جهة تسمسة اللي هو سوق بالفهم. يعتبر سوق بالفع من بين أكبر الأسواق على مستوى جهة تسمسة، وتتوافد ليه الناس من جميع المدن والقرى المجاورة. لكن قبل بداية جولتنا داخل السوق غادي يكونوا معنا جوج ضيوف، حمزة ومحمد. أنا وحمزة وتنسين واحد الدري آخر اللي سميتو محمد هيت مولاي. طريقة باش تيديروا هاد الناس في هاد البلاصة أنهم تيديروا أتاي تقريبا. تنتسناو محمد وأنا وحمزة تنوجدوا في الإفطار بالطريقة اللي اغلب الناس اللي تيجيو لسوق بالفاء تيفطروا بها. سي محمد، من بين أطيب خلق الناس في هذا السوق بولفاع، مهنة ديالو تتركز بشكل كبير على أنه يوجد الإفطار لكاع المهنيين والناس اللي جاو يتقدموا من سوق بولفاع. تي الحوت تي بوزروب الحمد لله. أما أنا تي غنأخذ الزيت وركان وتاي. شحال تقريبا أنتم دابا في المهنة سي محمد؟ أنا دابا نقول أنا من ولا شي 22 عام وحنا هنايا. الله يعمر هذا يعمر هذا هو المليحة. خذ أخي سيدي خذ أخي سيدي خذ حلاب حلاب يا حلاب دوزي يا دي عندنا الدراري دو مي قاعد تقي هذه غير عندنا حلبوا حلبوا هذا الشيء الله ينفعكم على جديد. دابا قيو غراس الله ينفعكم ماشي دير بالصحه والراحه. اها يلا زين الافطار ديالنا الافطار اللي فطرنا اللي تقليدي تقريبا تقمعني ب 25 درهم. رخيص رخيص رخيص. افطار فيه اتاي السكر الموان الزيت العود وشنو اخر والخبز والقعده 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 هذيك العسل والكسر. ومن خلال الجولة ديالنا داخل سوق بالفاء صادفنا حلقة كبيرة بزاف، واكتشفنا أن المنشط ديالها الفنان والحلايقي الشهير ومحبوب الجماهير عند السواسة خصوصا. توجدوا في الحلقة ديال المسيح اللي معروف جهة تسمسة ولا نقولوا المغرب كامل. العربية اش تيبيعوا مع أربعة جبين عودعوا هادي راهي تودعوا ويمشي دعي معاه الحلقة لها دور كبير في الحياة اليومية تاع الناس. بكري كانوا تيفوجوا فيها وتيضحكوا فيها وتيخلقوا الابتسامة بيناتهم. حاليا دابا راه كاين فيسبوك كاين يوتيوب كاين القنوات التلفزية. بكري ما كاينش هاد الشيء وكانت الحلقة هي البديل الوحيد اللي كاين. الناس متعودين ان كل حد في سوق الفاء تيجيو باش يتفرجوا فيه. سعد ابراهيم الله يعطيك الخير حفظك اسي راه تنتفرجوا فيك ديما الله يعطيك الخير تنتفرجوا فيك في يوتيوب. السلام عليكم. احنا
لا اله الا الله والصبر. شحال تقريبا دابا انت المسيح في المهنه ديال تقريبا من 75 من 75 تقريبا 45 عام ديال الخدمه. واش كاين شويه هاد الحب ديال الجماهير؟ لا الناس اللي تعاونوا معاك شويه؟ لا هي تعاونوا معنا. ايوا الحمد لله. انت انا من صغري وديما تنشوفك هنا في سوق بالفعل وتنشكرك على هاد الضحكه وهاد الابتسامه اللي تضحك في وجه الناس كاملين اللي دايرين بينا دابا. بارك الله عليكم. بارك الله عليكم الاخوان. والحاجة اللي تتميز بها بالفاء أنه سوق ديال المتلاشيات، سوق معروف بزاف، أي حاجة ما لقيتهاش في شي قنت غادي تلقاها في هذا السوق. من مورا ما كملنا المعزوفة الزوينة ديال محمد اللي غتلقاو ليان ديال الانستغرام ديالو في لا ديسكريبسيون هو وحمزة شريف. تجهنا عند واحد من بين الشابة الكبار في المغرب اللي معروف بزاف اللي هو سي الحاج عبد العزيز، كاتب اقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في قطاع الاعشاب والطب البديل وعضو في الاتحاد العام. تلقى الاقبال في السوق ديال بالفاء وفي السوق ديال فين ما مشيت، وانا ما كنجيش دائما، انا كنجي مره بحال دابا بالفاء بعد ما كتقضى ليا السلعه كنطرق بالفاء، بعد ما نجيب السلعه ضروري ندوز هنا في بالفاء. يعني تدوز هنا ضروري ومؤكد كاع الاسواق ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال المغرب، من طنجه حتى للكويره ومن البوغاز حتى ومن موكادور حتى لشي المساء تلنا واحد ديال مولاي علي شريف، كلشي كنعمر وعندنا الخير. هذا الشعار ديالنا في المغرب هو هذا، مشيتي لطنجه غتلقى الوته بحال هذه، مشيتي للشمال مشيتي فين ما مشيتي بحال هذا الديكور. هذا الديكور اييه بالله، الحليب ديال النياق والبول ديال النياق والبيض ديال النعام والاعشاب العربيه الطبيه وزه من عام لا كريس دو تروش على حسب المفاصل. ها هي باقي جديده، باقي جديدة. سرحان انت باقي شدة عندك؟ ها هي بارك الله، الله يبارك، الله يبارك. باقي طري، باقي جديد، باقي بالزهم، ها الزهم ديالو هذا اللي كيتسمى بالزهم ديالو، كيتشرب وكيتعمل على حساب الروماتيزم ولا البوزلوم ولا داك السياتيك ولا داك الشيء بإذن الله كارونتي. من عند ابن السي عبد العزيز عطانا واحد الكويس ديال أتاي، المعشوب ديالو تبارك الله. هذه اول تدويقه. الله اكبر الله اكبر. دواء كما تعرفوا ان العشاب له دور كبير في الحياه اليوميه تاع الناس بكري، حيت هو الطبيب وهو الفرملي وهو الصيدلاني، حيت تكون عنده واحد الباجاج ديال المعلومات على الدواء على الامراض على كيفاش غادي يدير باش يداويهم. الناس ما كانوش تيستغنيو على هذا الشخص بالضبط، حيت كان ليه واحد كان جوكر في الحياه اليوميه ديالهم. ودابا وصلنا عند السيد الحلاق اللي عنده مكان زوين حتى هو داخل السوق، حيت الناس نهار السوق تمشي وتحسنوا وتقدوا طيره زيو كما تنقولوا. دابا من عام 85 يومين هذا 85 35 عام يا هابي تبارك الله يا الله. ديما تتنتقل بين الاسواق ولا غير هذا السوق تاع بولفاء؟ لا كندير الاسواق بحال اسبوعين. السوق ديال بولفاء كندير الجمعه تاع اذا كران، كدير السبت تاع ملك تبارك الله، سميتو الحد تاع بالفاع والاثنين تاع بيكرا تبارك الله. وتتجلس ديك يومين ومن بعد تتبدا كل ايام اللي كنجلسو كنخدم اربع ايام تبارك الله سيدي. مازال كاين الاقبال في هذا الخير؟ مازال الناس تيجيو لي؟ باقي كيجيو الناس الحمد لله. خصوصا ان الفئه الصغيره تتجي تتحسن بهذه الطريقه. ايوا شويه ولا شويه الناس دابا تيبغيو شي هذا الكيراتين. داك الدراري صغار باقي كيجيو، مال الكبار لا واه الناس الكبار لا لا داك الشباب كيمشيو للمحليه، وداك الدراري الصغار كيجيو الصغار. وانت الحاج تقريبا شحال من عام دابا وانت تتحسن عند هذا السيد؟ ما يا شباب ولا بعد الخيرات بعد الخيرات ماشي يوميا ماشي يوميا. ايوا تبارك الله عليك اسيدي. من عند الحلاق تندوزو لفرجه اخرى، فرجه من نوع اخر عند العيساوي، حتى هو واحد من بين المهنيين والناس اللي ما تيزكلوش مع السوق. يا ابو درجه
الراسه جمل جمل وخا يكون فيه 400 قنطار 500 قنطار يضربوا هذا قابط لا عيطوا عليا الناس اللي طيح شي مطفيه شي بير شي لساس شي فيرما شي دار قديمه شي جام قديم تنحيدوا هادشي طريق المسلمين في سبيل الله تيخلص حيدوا في الميثاقه ديال بوتميد ايت نومر ايت نومر اه الميثاقه ديال تيزنيد شحال من واحد دابا تيقول لي هذا تيحيدوا لي السم والسنان هذا ما تيحيدوا لي السنان والسم لا هذا ما يعرف سيدي بن عيسى ما يعرف موري عبد القادر لا ما يعرف لا لا تخمه لا ها كيفاش نعملوا ليه الله يرحم الوالدين هذا احنا ربي اللي سخروا لينا مشي بالجن مشي بالقوه ها الله يرحم الوالدين ها كيفاش نعملوا ليه هذا كنديروا ليه بحال هكا ها رب لي سخرنينا الله يرحم الوالدين هاد ها السنان ديالو هاك ها النياب شتي ها باش يقتل ايوا الاخوان من مورا هاد البلان ديال العيساوي والكوبرا والفعاو والسم مشينا ديريكتوم من عند واحد ضروري تتلقاو في السوق اللي هو مول سايكو شربني عند واحد كيكا درايف ما نعاودش ليكم الاخوان بسم الله كيحضر البيض تما ذوقوا اعطينا الخضار لا لا كاين بلدي داكشي طبيعي يبرد وباش نكون منصف انا سوق بالفاء ماشي غير هادشي اللي وريتكم في الفيديو اللي فيه غير هاد الحوايج مازالين مأصلين في سوق بالفاء فيه الناس اللي تبيعوا الدجاج بطريقه تقليديه فيه الناس اللي تبيعوا البيض فيه الناس اللي تبيعوا الخضرة فيه الناس اللي تبيعوا صنادل الحوايج فيه الناس اللي تبيعوا الديسير فيه كلشي 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 يعني واحد سوق اللي متنوع يمكن انك تجي ليه وتقضى فيه داكشي اللي غيخصك على طول الاسبوع وجا في واحد النهار اللي الاغلبيه ديال الناس تيجلسوا في داك النهار اللي هو نهار الحد سبتريش ايوا يلا سالينا المونتاج ديال الفلوق نتمنى يعجبكم وخليوا ليا لايك ديروا ليا كومونتير كتب فيه اي حاجه كيجاكم الفلوق واش عمركم كنتو في سوق تاع بالفاع الى انت جديد في لاشين دير ابوني وبارطاجيها مع الاصدقاء ديالك باش ان شاء الله نكبروا لها الفامي ديالنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عليه Wake me up from this dream.